استاذ مرضي، استاذ مرضي اتفضل، استاذ مرضي اتفضل. شيخ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت بس هستسمح حضرتك، انا هسالك عن الدين. الدين انا كنت بشتغل مع شخص دبلوماسي سعودي، وكنت قضيت معاه فتره طويله وما شفتش منه الا كل خير. طيب، فكان هنا في شهر 8 اللي فات طلبت منه مبلغ على سبيل الدين. فما تاخرش عني بصراحه، الراجل ادوني قال لي اتفضل. انا كنت موعده في شهر 11 اديهوله على سنه، كان جاي لي فلوس. وانا مش عارف دلوقتي اديله فلوس ازاي، مش موجوده لسه معايا، لدرجه انا ما بنامش منهم، خايف يعني يجرى لي حاجه وما اديهملوش. طيب، يبقى هو سؤالك دلوقتي، لو سؤالك ممكن يكون واحد من السؤالين. السؤال الاولاني، هل انا اصرح واقول له واطلب منه ان هو ياخر السداد، ياخر قضاء الدين، ولا ان انت خايف لو حصل حاجه بعد الشر ليك هيبقى مصير الدين ده ايه؟ والله يا شيخ انا مكسوف اكلمه. لا 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 لا، بص يا سيدي، خلينا بس عشان نكون واضحين. الدين اللي عندك ده ممكن يكون مترتب عليه اشياء اخرى عند الراجل ده. الدين اللي عندك ده ليه، قد يكون ليه ترتيب اخر عند صاحب هذا الدين. فالطبيعي ان انت لو عايز تأخر الدين ده ان انت تكلم صاحب الدين، والشرع الشريف امره ان هو ينظرك، فنظرة الى ميسرة. فيبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى انت لازم تكلمه وتاخد موافقته على ان هو يأجل هذا الدين. يبقى ايه اللي حاصل؟ مفيش حاجة اسمها كسوف، لا بالعكس، التصرف الصحيح الناضج الرجولي ان انت تطلب منه ان هو يأخر دينك لغاية ما ربنا يسهل عليك.